رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: فتأمل رحمك الله تعالى ما ذكر الله تعالى عن هؤلاء المشركين من إخلاص الدعوة لله في أوقات الشدائد، ثم تأمل ما يفعله المشركون في زماننا مما ذكرت لك. يتبين لك غربة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأزمان. حور إمامك أضل كديراي من القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب إغاثة اللهفان في مسايد الشيطان بين كسو جرية تعليقي وشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب التميمي وصاري هذا مرك الشيخ حليفة تأمل آيدي الدنبي قرآن كها وتعليقنا إياه. فتأمل رحمك الله، الله كون حريص تفيري ودقو ما ذكر الله إلى وحكشك تعالى كرهي عن هؤلاء المشركين. مشركين تموحوا الله كشك يكسوا قوريي سفي عن أفير أمحوية هاي من إخلاص الدعوة بريضة إن لو سافقر لله الله سبحانه وتعالى في أوقات الشدائد حلق دباتوينك حلق دباتوينك أي جران بضوه أي ومحو أكو كعان ومحو بدو كعارده أما ودب كدعوه والرفاد يشدي كرباء قبسط إلهي كريقي ببري جرين عربتي يا مشركين تنبي محمد الله صدري إن الله دقال لما أو تكفيري أو ديقو دبرنا يستوحي الله دقاته هضيسا إسلام. ثم انت كدب تأمل وحاد قتا وفرسا ما يفعله المشركون مشركون توحي السميان في زماننا حلقا أين جو نبو الشيخ قرنك الله بيتمنات بكه الله يا إسدح يتمنات لو أبو غلوس ونكور تقريبا مما ذكرت لك وحي عن كوش شقيئة مشركين ثم أنت الجوغة وحي السميان أو قبور تأي أولياء تأي أهل قابور ككوش سمي أو برياء أو خضوع أو مغنقل أو كالميسيا أو قرقر ويديسيا أو كرب فايد إن لو ويديس أهل قابور يا أمواد تي في ربوري. يتبين لك وحاكو عدا غربة الإسلام، إسلام كونه غريب يا مانت إسلام كونه باباي أو سنجرين أو وحكويتو عصب وياي إسلام كما غريب نقضي الذي إسلام كاسو جاء به النبي نبي قول ليمت إسلام كي يتوحيد كي يدين تصوبانه ليمت غريب وحلا إنكره أو لقونصده أو أمضو كعصب نغن هيا دين عصب بعض ودام بالو أوران وحن مانا أركي جرين وهول عصب هول جري جرتين ماها ما إذن كاوالا مثل أمضا والا وذر إيا واحد يا والا بلو له وهر لقد جيت طريق النبي محمد صلوات ربه وسلام عليه ودينتي حق لقف قاضي مركا ننكي سوء عليا دينتي اسلام كا اما اسكت يعني انا اطبق وسود النبي يقول ربي الى هنا رال لكاها وحي سوى اللقونسا واللغو انكري واللغو الديدي. طيب يتبين لك وحاك وعدا غربة الاسلام الذي جاء به النبي صلوات ربه وسلام عليه في هذه الأزلام في هذه الأزمان حليدا أن تشوغنه إسلام كان النبي يقول لي يميت إلهي الله صدري صحضا أها إنه ما أنت أو سنجرين أو قباب سيهي أما الضور قائبا كو عدان. فإذا كان كلام أهل العلم وتصريحهم بأن الشرك بالله غلب على أكثر النفوس وأن القليل الذي تخلص منه بل القليل من لا يعادي من أنكر الشرك وحشيخ. فإذا كان كلام أهل العلم أهل العلم هذا الكود هذو النقضي ويعديين يا وتصريحهم عدين تضعي نقطي علوم هذا مسلمين تو يا وح قرن يا دكت يا عقل يا علم قالها يا قرن يا وح سبحان الله صدر يا حقها حق النقيم يا حالة دي مركا مسلمين تكدح جرتي دين الآن أيد يا شرك أيد ما هي صعد يا علوم هذا وحكم هذا الإمام أبو بكر طرطوش المالكي وحكم هذا أبو شامة المقدسي وحاكم إذا أبو نين شافعة وحاكم إذا أبو إسحاق الجمنياني المالك وقرن أفرادها وحاكم إذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وحاكم إذا ابن القيم علوم المسلمين تورم بمالكي أحناف وقصها الله. طيب أفرت المذهب وكين صوم الري مذهب كؤدم بيا أفراد بين هذا كل حجرة يا حنابلة مالكي شافعي أحناف وحكي هذا قد يضع شركه إله غير كل عابده يومضوا سيدي وقع انحراف طريقي وضيقه توصنا علم الوصوع الدين محي علم الوصوع شرحين بأن الشرك إلهي اللون شرقي له
بالله سبحانه وتعالى غلب وحو كغالب نقضوه كبطئ وكأت كاذي على أكثر النفوس أكثر النفوس نفط بضن كيد تذكي مر كانوا لا بضن كود وحقبط شرك سواء كان أصغر أو أكبر وأن القليل تذكي آدي يضير وحوي الذي أحد كتخلص كبد باذي منه من الشرك ومضى بضن كيد شرك قال لي ما يكون دعي بيعلموا سواء عديين طيب وحانا آد ويردتك الشرك كبد باذي بل القليل انت وحا كسير شرك كو كبد باذي وحا كسير وي من احد لا يعادي ان لعلي تمين ولا دقالمين ان علي سنين من انكر الشرك صدح قيبود ويدتك ومد بضن كيد قال لي ما شرك بيكون دعين عن جهل وتاويل باطل تاويل الشيطان يبخت باوكي لبص وابو شرحاء الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في إغاثة اللفان إنه ضد كوكا اللفي إنه يشرك يقول دعان شابك كوضح وكرد جاي تأويل الشيطان يا خرافة أنجرين يا أباطيل يا جهلي إسبير صدي أيا لتغي جهلي طيب أيا كوضح عن دين ربهم عن شرع الله وعن سنة محمد أي جهلك كقسو غيين يا أخبار باطلة يا تأويلات باطلة وذا دور الروبين لبضى السبب باب شيء أمتي هو وأنا أحد أمتها بابا شوي طيب مركز كاس بدن كوز شركي يا قال لي ما يكون دعين أمتنا إن يرى كمد أنا شركي بكبت بادي أنت شركي كبت بادي قيب كتر سن وآدي يا دوسير أي يو حيين شركنا وكبت بادين ضدك شركي قال لك قال لما أنا ما عول يستان ولو علوم هيان وسود وين هي وأمان هيان أي جيب الدفاع هاي لكن أمد وحاجر أيوة أيدو عن شركك كل عين لكن إنك شركك الله دجا الله ما أما وقت كوب بحشة أما أمد أوجد دجا نعبي سنية الله دجا الله مية دعاية دينية وحكو شيء هي وخوارج وتكفيريين وبرلدول ومركودك وأزرع ومنتد وحاسي آخرين هي أمد بعد كلا قيبين إذا أمد بعد كلا جين إذا وروح عن أمد اللي وكلا جي وواجب دينه لا بد من الفرقان طيب ومحمد فرق بين الحق والباطل فرق بين الأخ وأخيه وبين الأب وابنه وبين المرأة وزوجها وفرقان لا بد ومضى وحن بناين الوكل قيام بناين موينة إن حق الوكل منا واجب إن باطل كي حق الوكل تنا واجب وي إن أنكو كلب بحنا ولا بد هدي وحي اللي سكول لابو أو اللي سكول قصو هو شابا مرقي سبا لكلب بحن مايو طيب إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وهي طيب سونا بلوي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم إذن تنوى مد الوكلة بحي بل القليل من لا يعادي من أنكر الشركة فما ظنك ملها ذمحوي محظو ملينوي بزمانك هذا هذي علومة قبل قرون ستة قرون لحب قلو سنة كهر سديد بقلو سنة كهر أي كهالليل بل كن سنة كهر أي كهالليل سيد أبو إسحاق الجبنياني وكلي أي هوشان كهالين هدو أين النور الله محد مداب قول الشيخ ومعلوم وحلوقي هي عند المسلمين أن الأمر أرنك الدنيا يا أمر أرنك الدين يدبا لا يزداد إلا شدة وغربة الإمام أبو حاتم البستي في كتاب صحيح ابن حبان بحث وحكي له هذا وحان بالتجربة كوغانية بالعلوم الشرعية وبالتواريخ كوغانية بول إن دينة إسلام كم مالك مال كدم بيسويسي بابا إيسا وحي علم النبي أورام بوكالي علم النبوة والأنبياء والمرسلين من أبينا آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام علوم الأنبياء ودين الرسل ويسي قباب سدا ويسي يراتا علوم ذي بار دمان حق بار لغسي جيدا ولغسي دركايا علم الدنيا هي حالات الدنيا إذا وسيكور ليسا سنبض سنت قدم بيه هرمر بار لقال الجولي هرمر عرك لقى وردوني ضيح أنو دقني جوليين ألاب بنزيدنا أقمار صناعيا دري بلكوس سانكسو ورمينا بضاها محيطاتك أي نقوسينا هولها الدنيا يتطور تقدم بالسماية يتحصن لكن علم الرسل والأنبياء غرب سيقل هي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وي محايا ذاتك يقاني باسيب بضانية حديثك يا عبد الله المسعود كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير طيب وإذا غيرت يوما من الدهر غيرت السنة وامحي إذا قلت أمناؤكم وكثرت قراؤكم وكثر أمراؤكم
وقل فقهاؤكم والتمس عمل الآخرة عمل الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. عبد الله مسعود يقول لي سيحا لكن نقن دونا مركب فدنا ايضا كل عضو فدنا ذا صونين كوايل كن اكد قوبا كد انتبا المها يرن اكب بربارو وهذه مال ما المها كميدا فدنا ذا اللي بدلو وشرك ايه بدعي ايه وخرافات اللي بدلو لورن اهي دين تبا اللي بدلي سنة تبا اللي بدلي هوشا قرمي دعب لفمتا ذلك يا ابا عبد الرحمن هوشا قرمي دعي سيحور مكة علمين انه يرادان وإن منك إن قرآن كأخرية وحخرية أي بطان قرآن الأخرية وحفاظة بطان لكن فقه بايران وحابطان أمر ديننا انت صو مدحويني انت صو هقان انت صو طلس بانو ليلة كنت إيه لح الدولة دوت بهذا إنا هاي ستا مسلمين أدون كربع العالم بالغو تريا مسلمين تو بقولك بالواطن إشان بالغو الشيكا إنا يهين بقولك بالواطن إشان انت قلوا قالوا وانت اسلام كشيخت مع ايران بانو جير روافض مرتدون تاس نوغو جيره جا وحي اسلام شيخت مع المرتدين اسلام وحا كو مخابسدو دن كودا صحن يا كودا خريبن او دن با 120 شان ادون كا ربع العالم مركز عمريده با بات كنت ني لخ با ان هيستا هلكا نغا تاغن كنت اذا عمردا بدن فقهاء يران قرادة بدن وحا يران أمنا ذا أنت وح لقو آمنه أما الدين لقو آمنه أما ضدنما لقو آمنه أما الدنيا لقو آمنه آمن ما بجربه من قال سنة اللي بتو فريزو كلا حدا هيا انكراد دعوة تاغن وذات بوح لمود وح لو دي بر أصابك وحابين هيا وذات ديها والله سكسو قال إليه نعام هذا هاد وذات هو النفلي وبشر ابن آدم وي ومضى لكن مركز جوكتم يكو قيمي سيه ومد مركا جوكت ومد في عن هذي تاي او خير بدن وذا اورون وذا كسر دحبها وفي عنانية لكن امد يو باب بعضي ام لا يسنو عايم ان هدين وذا دو حير بيدام هيا سوزاما نفس الشيء وذا كي سحب دح جوغي انت كلا وقت المان لانه انت كنا في عنا بي ادي يا وقت يا قرن بركه زنبوها ومد صوبان بي دح جوغي وذلك مرك عنصر مالك لك إيمان هيا أما أحد كلا كرلا هيا ما إيه بأذن إيه برشدا بقصور رحبها كان رح دشا برشدا برشوا وأنا أكسن وهابيسن هذا يتهاي وذلك هنا نينك أنت أوفي عم بنغون هيا أيضا سدات هاي بريق يقف مو لواي ما هي يخطأ لواي ما لكن أنت إذا نكون رم بيهن وحو أنت قدر إمامك قدري وحاكلوا إيمان هيا أرنك الدنيا ده كرسي مدح نمدي مالكي مقعي بوح الأولى هنا أرن ديمت طيب والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتكن هيا وحولي هذا كذب فرديها لغاغيرو صلاة وتكن بهاولها سوي قميصكو قابصن هيا قركو سيديسن هيا رمي ليرو قام بكو قادن هيا صلاة سيعم وتكن هيا هذا وحور رو انو بصاصو انتا سردون بكويا انو حيوو الشيماء كو قاتو ربطات كل حقالو إنه مال كفر تقول له أمين أمانة اللي بتقول حيوة وحابي والربا والتمست الدنيا بعمل الآخرة الدنيا وحلقول هذه عمل كآخره والعبادات كان يوانا كان يدين تقال الله إن اللي يقول له هذا هو آخر اللي يقول هذه اللي دوني الدنيا والقول هذه وحبرش أن بالله إن علم شرعي من الروضة ابتدائي أعدادي ثانوي جامعه إلى ماجستير دكتور ما وضعنا انت صحاوة حوة بلا تكون شاكو 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 حرفة ويبا هدو مساجد فريستو أصو حلقاتك وحكاقاتو أصو وحبرتو خلال شنسة نقوده بوحو إلى دكتور كين لا كبضان كبرنا هيا أصو شركي كالي رياء بغتي كالي أن كل علم النوائي حمان كالي جامعات كالدون كم أنت فرين إلا وريق بقول كيبا سقاشن إيا بردو سقاشن إيا سقال إيا نص وليبا ضد كتجي يدل يرضى نين أي دين يضع عندما كتها ويرياي عالم كعالم أوراق بالنقضي شهادة سوق هذا وماجستير وخريج من جامعة كذا هل يقول هذا هذا ونحوه بيل كذا ميل هلا صاروا انتهوا والدروس بالآخرية علوم الجوكت ميل كستوى عالم بعد كذا وحكوا آخرية آير دين تنبرو دن تنا أشقى قيسو أو حفظة كوش قيسته كل هذا معه يا هرجه مقدسه أو حور كتشي حضه أو قرية قرطه سلف كي علوم الحرفة ولا هايري دين تنا وبرنجري دين تضبره حرفة كل شقي جتنا راتسو
وحبا أقون تادي هكون راثني محو أي علم قاعد هول كله مجرد والتمست الدنيا بعمل الآخرة وحقدرا وتوفيقها لغير الدين دين تو حلو فهمي والله برن سأن ضاعدي ألا درت أهي مستشرقين يا بدين تبرتي ولي بفهم دقيقة أن قاسي سنادي معاجم الصميين مفهرسات والله باراي وحين ربان طنب كلين هل إن آمن هذا وضد قد حابسا زنادق مرتدين باب الدين تباري قولي لو المفكرين يلولي ونمان محمد مسكح فوران المتنورين طيب الفكر المستنير وزنادق ويبضن كو إلا من رحم ربه أياب الدين تكايقان ومع ذلك الدين تكود حميش إذا بدره يا ضبنا أتكو قولتي يا روح أتكوش القوشد يا مسلمين تاها كوكو ضقمين ضنتا سكالي إلى هدرتي كما أها في النضع ساتاغا تيبو مركب عشاق كه الله يايو إذا الشرك نوع عاصى يا باطل كي كفريات كي نينكي يعي هذا ورسك الداية ورسك إلاشا وعلي توك هلا قبط توك وي تل أبيب وكيمت يهود بصوت درتي ضبط وكتم بريسين هاي أمد الدين من جحامن هيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دين توان كل الناي إسلام بانناي أهل القبلة الناي وإحنا نروح المجر نقلح ضب الأردن سان يتكفير أتقعن تكو وضان بدك بدك صار يسان دين بل تكفير ليه وضان بيلي يقولها قرقود يان صار يان صار يان صار رش مرك وحوي نزل الله سلامه مركا قضية تكفيرك يا اللي قاليسين يا قال ما محلو قالوا با أرض يا ما أنت جوا وين أسك دراسة أسك بارو ثانيا مسائل الإرجاء والإيمان وين أسك بارو أصل كدين تبارك وكعاية مسألة الإيمان وما شو حكك عوى تكفير هي تفسيق هي تبديع كل أصل قبل الوضوء ضل أسك تحقيق جنين وحفظ عن بيس مركب مسائل الكفر لقى نقاشها يهبل بقى قالوا أصل روح الله مسألة الإيمان روح محو إسلام كن نقضى إيمان كيس محو قيب سما محا دي لقى تقى ناقض اللي أصل الإيمان محا ناقض أهين مسألة وين لسك تحقيق جيو هديك لو وين بإرجابة مسلمين الإرجابة كبرا أنت هذا وين أكسين ولا دهاء إرجابة يا كبرا عن الفكرة الإرجائية أو الجرثومة الإرجائية أو اللوثة الإرجائية قد انتشرت وشعت في البلاد والعباد وحلقية وإن السلف كجعش هاي ومذهب السلف كالدفاع أنت برت هذا لكن عند التنظير والتطبيق تؤسس القواعد المرجئة والجهمية ابن تيمية إن بنا هوش عكاها الله مركب مسائل كتفصيل إجمالي هيا قول السلف في تقرير بوري عند التفصيل وتدقيق يخرجون معه هاي مذاهب المرجئة والجهمية وأصلا نقول بنوي طيب نقول بنوي إنه هوشا حتى وهابية نقول بنطاي قوليها وهابية شكتي كأرق قبورين يسوفية كأرق مركب من كلا ما إرجاب نحفر سنة وبر بر يقنها يعني مسألة الإيمان هذا لسك تحقيق جيو لبك يدا كينيس لأنه نينك قال لمن متمرك قال لمن لصاره فكرة إرجائية كقولت جهمية كقول جرتو ولا سبودي ووضن قنبة محاضرة الله تكفيرنا وركي الله تكفيرنا وتكفيرنا ومتا هذه لكن أصوله كوسة صحنت هاي حكم كان مش ولا يبات قرن كان دن قميسي طيب محايا لفرك الفكر الإرجائية أصل كذا وحكسه بلا تكوفة كتمت وكي أرنجر طاووس من كيسان وحن آدي آدي ولا يابان هاي بلوانا ريكوفو حجاج بيو مؤمن كل شيء يعني حجاج بن يوسف الثقفي الكافر الضال طيب المرتد بيو كل شيء يعني يبرو مسلم عجبا لإخواني أهل الكوفة بوري محايا ريكوفو إرجاء يكبلو دي مذهب المرجع يقع باللابيبة إرجاء الفقهاء كذب تطور إلى إرجاء الجهمية وقود بي مركي عيد أتباع تابعين تفربنا عيدا كفربنا فقهاء جميع الفقهاء من أهل العراق والتابعين ضياء الكوي قال لقصور جذي حجاج عبد الملك ابن مروان لبن صدح نين باكهر نين تابعه مقع له عالم لبن أما صدح بالله شيقا كل يقول واسكر راعينين كأنه ضالية مضل إن لو بحنا يواجب تهي الله رد قال لهم بعد ما عبد الرحمن أشعث أود جبي مركز وحب وحاب الفكر الانهزامية فكر الإرجائي حلق أصيب بالله سيدتني كود سيدتني سيدتني كي سنة كي هجرة يا هو شعر عضي مر الله مرك حقوق نبي ما وضعف مسلمين تو أي قلان وقال حقوق بضناته وحقوق أنه بالك أنه قويه
فكرة إرجاء وافافتا من سقوط الخلافة العثمانية إلى يومنا هذا وحلا فرخية إلا قيبية إلا فلقية أما الله فندع له وحاوي وإرجاء باصا وصعدة أصدقى أنا قدر عند السلف الصالح تكفيرك التكفير والخارجية أيار لانت إرجاء عند السلف الصالح محايا لإرجاء أمضى دين تكسارها انسلاخ إلى زنادق يهود لنغضه طيب ماشي أن من كان حقوق غلوي باكو دعاهاية أن ترار حقوق وأن ترار حولي بيكو سعودان حولي بيكو سعودان نمان كان نوع عاصم مركا قال إن إسلام كاقر ديقان مرد عيسو لكن إن مسلمة إنه كا تكفيريان ولا غيابا خوارجي تكفيرين تو إنه روح مسلمة كا تكفيريان ولا غيابا لكن إنه قال كو قع عميان كوفيت يهودي أو دانوا مسلم دعم ما يسايوك بركن نينك قال كوفيت كو قع عمين إيه نينك مسلم صالح كو تكفيرن هيا كان درن كان درن طيب يا مايا خوارج قالت علم الشيء ولقينا ما ورد عنبا خوارج تو لبكو ضحو من سنين قتال المرتدين أي أعظم وأولى من قتال الكفار الأصليين يهود يا النصارى قالوا لك لو حكى من كفار أصليين واضح مسلمين تي مركز كفر رجيداننا مرتدين بك أمسيين أصل كديننا وحاوي هذه تبر لها يو أتبر قيب سمين أدان تبرت قيب سمين وجود أود أيزا قيب سمين دقال كمرتدين تي لقوه الرئي مرتدين تي وين حبض لقوه بلا وأنا وحرب الداخلية مركز قدها الله سفيه ومرتدين لك لك قابشو أيانو دبد أفو فينا أبو بكر با أنت حروب ريد كفر نايين جهاد كلام موسى قادين اللهم عيدا كي أسامة بن زيد ونبي هذا الدري أو يريبي ما هي موي أنت عنا أن كاهن ورنا وحكومة ذي حروب داخلية مركو حسك الله دعيان مسلمين تأيجا أن كاهن وقالوا مرتدين يهودي النصارى أهل الكتاب كانوا وحاو مشركين تكانوا وحاو وكفار أصليين عند تزاحمنا وحال هرمان واجب قتال المرتدين وحينوضن بين واجب قتال المشركين والكفار الأصليين رغم كاسي آمزين صادرت بحبط وحيكوس عطاء مسلمين لكن لما الشيء في التاريخ خوارج لا تقال لانت كفار أصليين لما هيو محايا لكوان أن كفر حالين بيليين كوان أن هرطا أن رمين مسلمين رمين كان هادي مسلمين بلا رمين إن يرو كوح ملي استاكتي أو بورق شيء مسلمين بلا رمين كان مايا دقال خذوب بأن يقبل الله واجد ما يقبل سن يم وضم ضم إلا ورجيم بجر واجد ذنب ومع ذلك وحي ككيرين مجرال لكن هذا قوله قال سمري إيه قال سن كود عانا كل سي إيه لقى هرسون واي قال يا إيه مسلم كو إسلام شجرة قال الرعي دلان مسلمين تنواب بتباديان كوا صاد ما أنت خوارج لو يقنا دون كود ما زدوا مرايات نمكن مرايكن يروي رب سن كود عانا كل سي سمري إيه iyo wixii tareenka reer Yurub ee Mareykan raacay la dagaalamay muslimka asagoo saafigana uu ku badbaaday agtooda ay deynaya nimankaas maanta khawarij loo yaqaan laakiin markuu kaar Mareykan ku soo galo ama Mareykan baad waji uu kugu soo qabsado oo xarash ee madax noqotaan xilliga malagaaba gaamoodka ka adiga agtooda fi taariikhna lama jeen khawarij gaar la dagaalantay tayib taas la ogaado ya kuma ما يلا ما هاي لا ما هاي خوارج قال صور راعينا أو مسلمين ويرتين لا ما هاي لكن حال الله يا علماء المسلمين فربضا أو خوارج راع ولد على القلي سيولد مياه النظام ردائها دول العبيدية الباطنية المرتدة مركي برقة وقوي عفوا وقوي أفريقيا أي كوبيا دكتي الجيري أيو تونس أيو مغرب أيو موريتانيا قيوا كاميرا مركي دول العبيدية كوبيا دكتي ابو يزيد نلو جاء الخارجي باكو بحي ويقول من كان مرتدين قالوا كو هورين شيغا هي كو انا كبا درنبول نيمان كان ابا كدرنبا نيمان كو نيمان كدرنبا يمت ورب قاضي علماء المالكيو دم با تاغرت فقهاء المالكيه دغالك لا قالين ابو اسحاق با لو يدولي واسد ادو واحد نين سني ادهيت خوارج تكفير لا دغال غليسا او لا صفنت هاي وحول إن من كان خوارجتا ومن أهل القبلة وأنا أهل البدع مركا لكن قال كوين إسكا قبت مرتد كأن وطن كسارو
بانكون لحا جون بر اما سيف بان كاجا قين اما وهال بان اسكو فهمينا بو نينكا مورا اسلام كو كجرا نين لكن نينكا كشكي او قالو بينو قال ياي ايا ميشو اقب صدي بور مركا ابو عبد الله الشيعي الباطني الرافضي المرتد يا دولدي سوى ان دومينا بوري بعد هذا حال طبعا ان انا خوارج اما بالبيان طيب والقلم واما بالسيف والسنان طيب لكن كون انكر اسكم دو محمد وقت الطوفان وين من كان قالوا مرتدين وين انا هو حاجوننا مركا وحا وي ايغو قال صور عين لما هي ايغو قال لا دغالين لما هي اصليين لكن المسلمين تعريف كو كتاغنا اذا مركا هوشاسي وحاكين هي ان مركا ان وح كلا وحي خلط كي ان باطل خلط كي ان حق ارقته او حق باطل ارقته وحاكين كل بعقيده كدوليس عقيده فاسده امن سنتاي ترى الخير منكرا والمنكر خيرا مطور كو ركب وح كجرا اي ان هذا كو خدانيين سوالو وحي دهن ما وقتي دغه خلا ما دغيست ان خلا دغيست دغه وحبا لغا مقلا لكن وح هوغانش وا ان دها روح الله يمرك تسيرنيسو او افكيس ايغيسو سدا وح مقليسو يا مرك اسك سجد لكن دغه سيديسو اسكو باب ما هذا الميكروفون كان سيدي يسوء ترى روحا دغيسنا حقا ان اسجدو محمد قلي ميسيد قلبك هدو ايمان وانا اكسن يا عقيده صحيحه اي كجرتو ان دحو حي اركا هيان شيء كسيدي اي كو اركا هيان خلط كخلط بي اركا هيان حمه حمه اي اركا هيان كفر وكفر شرك كشرك وانا اقا وانا خير وخير لكن مركا وماشي بلايا كاغا بوحدو وان دلع لهاي وحا اركي من مجران بقنشر وريغا هيا او خير كو اركا هيا منكر او منكر كخير وارك هيا او ورسن بند نغنيس طيب واقدم حد محمد الصومي يمحو هاي مجاهدين تاسكم ميد ان بعد تي ما كدن بودن بيس ومعلوم وحلوق ان الامر ارنك ديميد يمدك الدنيا با لا يزداد كرسن ما هي الا شده وغربه وحون كرسن هي اضيق يا غريب نمو طيب هاوشو سيات كاتا هاوشو سيمروكتا اسلام كو غباب سنقلو يرادا الى محو الله غريب سدا ما الله يابو وفي الحديث الصحيح حديث حكوي من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس في صحيح البخاري وغيره انه قال لا ياتي زمان حل ما اماضه الا والذي بعده شر منه حل كستو اذن مره قرني كسو طغا وحويش ككدنبيون با كشر بدن واسك مجمل اهاني عموما ولكن ما يحليها قاركود سن نسبه وان كل اهم حلقة يابا ان ومركا كدنبيه خير بدنيا لباتن كسنة اوه الرئيس نولا شرية بن امي طيب اما صدن كسنة اوه الرئيس وحرد انتي لبدا سنة باركي دور كسنة يرائي وهي خلافة وقبتي عمر عبد العزيز ووحي يروي شر بدن ومركا بر يرو خير اي كل حجرته اعتبار بدن ملح وحلقة الله يوحسو بدنيا هاي دلغه الله يا ادونك سود او بدن يحي خليو سود او بدن يحيين كبا ميد ولب كو قدنبي وا كسدرن اخرجه البخاري في صحيح عن انس رضي الله تعالى عنه ولكن الامر ارنكو وحا ويي دبكو وحو كجرا وي دبكو وحو كجرا ما حق حق لوو اركلا ياي او شرك يا باطل كباطل لوو اركلا ياي ولكن الامر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ابن القيم بوجهه ومن له خبره هذا ابن القيم وي ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بينهم ما أبعد ما بين المشرق والمغرب أرنك حالي نصوم مرة وحالك نقول ما يه وهذه هي الفتنة التي قال فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تنوى حوله في النظر إن لقرنوا شركه وبادلك للدريم وايه وخيرك للدقاء لما وتوحيدك لعليسته او شيء دبك يا عدلك يا قرصورك اللي لعلوبه في دنوي وهذه الفتنه العظمى عند في الاصل اصل ابن القيم هذا الكاس اكو جره وهذه الفتنه العظمى دباتد وين تنوي التي تاس وقال اولي فيها في شانها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى كيف انتم حالك انه سيدي بن قندونا ما حد كبيخامي دونتان اذا لبستكم مركا اذا هاريسو اذا قبطه فتنة فتنة يهرم وكد قوبها فيها الكبير وينشأ وكب بربار وكب كبعي فيها الصغير يعني يضو التاغنب وطالنب تذكو أولياء بريها هي وإلهي غير كعابدها هي
او قبورت احجن هيا او كطواف هيا او بركيسن هيا او فرقبيل وباب شيء او ششيه سوكتك وقيبيا نين كان اصغر الله لانين او ششيه وعدو طيب او شرعها لو حكم ويقان قرع ذاو طيب ما جيت سوكيان هبل وكوكيا مسجيت قرع ذاو وكوكيا وكورنيا جيت سوكي وحاوي وين وكوكيا تقيدا حير رقميت كي يقاني انا غير هبل وحنو حير هاي طيب إن جيت على ولو جيو هاي الغبة بان وان كتاب قرآن قال لها ليوي إلهي محقيل هوشان كاسا لو أركا إلهنا سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نفي قاسنا ونفي الصحة نفي الصحة ونفي الركن طيب لأن الأصل في النفي وحمله على نفي الوجود هدو سورة وحمله على نفي الشرعي على نفي الصحة أو نفي الحقيقة الشرعية شيء هدي نفي صور أصله وحنكو حنبا إنو سنجرين فلا وربك لا يؤمنون طيب مرك نفي الوجود مدعى يسوى نفي الصحة اللوجه والله يا قولي إسلام شيخ إيمان وكأسحين باجوغو أردوغان إذن ونفي الصحة نفي الشرط الصحيح هو إذن نينك أن كتابك وقرآنك يحكمك إلهي أن ككلب حين أو لبك استو كسو قدبة قضيك استو تمادة قرق استو تمادة أن كتابك إلهي أعلن لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم من القضايا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت درين يرنى أنك قال حكمك إلهي قاري أما أصدقها لك حكمه أما الله حكمه هوشها عصلاته أما هفضاته إن يروا درين ونسن قريق سقلب سن ونحمك لا كقاتو أطعنا ونجد هذا سمعنا وأطعنا إن يروا مرك حساسية ده أما قونس يرى قلبك هذا هدوء قاله من حكم الله وتطبيق الشريعة الإسلامية ويسلم تسليما ولبا وهجانسا إنقاذ كامل لقاوي قال باتي مسلمتي هذا مرك الله هذا كور رمحو هاي شرعه ومنزل كتابه قرآنك ومنزل هي دستور كجبوت الودي يا ريي هذا نمحوها إذا عرفها الصومالي أي حيسيان ينفرس اللي يوحي اللامي أي حيسيان آتر هذا ومقدس كفر يردوي قال نيمو طيب عصر بدين تلقى قبح هاي إيمانكم أزعن مرك وحور إمامك يتخذها الناس في تنظر سباس تدقى وحي كدقان هيان سنة طريق نبي بكدقان دين بي بكدقان يدقان إذا غير هدين لبدلو إله وذات أسو صاروا قيل وحالونا غيرت السنة سنة دي بقى لبدلي أو هذا منكر أمان هوشان منكر وي أثر كان وحاسك صوصار الإمام الدارمي ومن أبي شيبة والحاكم وغيرهم بسند صحيح وأنا في حكم المرفوع بقبع كما قاله الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في صحيح الترغيب والترهيب إذن في نظر نوع سيدي عدون تولي بسوق أبي شيخ اختار بكسمي متى ومتى ذلك يا عبد الرحمن إذا قل أمراؤكم وكثرت قراءكم وكثر أمراؤكم وقل فقهاؤكم هل كاسوا لما رحدي كده رأي استلمان نهوه مرك دارمي حاكم من أبي شيبة يغير قطب صوصر بسند صحيح وأنا حديث موقوف رواية مرفوع حكما لأنه ابن مسعود ما أودت أورهن كان وكالي غيبك إنه كتل ما كشج عن اجتهاد وقياس ورواية ومع ذلك رقم بنقولها إنه وقفي أحاديث مرفوعة خوفا من الرواية عن رسول الله شيخ حور مركة قال ابن القيم مرلبات وحجري رحمه الله تعالى والناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام فالأنساب للشرك والعبادة والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به الشيخ هذا وحكاه الله يا مرلبات إيش كتاب كله تركيزي مجلة كوبات صدح بقول سيدتني شنوي إغاثة اللفان من مسايد الشيطان والناس ضدك آدمهم ما أنت جوغا قد أبتلوا وحلقوا امتحاني بالأنصاب جمع نصب أنصاب ورحيم إلا قتمية تالوين طيب أي الوقافي يو الأزلام أزلام هو قرية لقو قرطورين جري وغيبك لقو رادين جري
إنه هو لهن سمين جروك اللي معه هاي تصبح على الله هاي والله ترمها هاي تصبح ير علي بن طالب أبو لهب أبو علي بن طالب أبو لهب مر عليه نبي الله محمد أبو جهل بالغو ترمها هاي هذا هو شو كعكر دماتو أبو لهب كعكر دماتو وحده خي وباباي بلاية شر باكو صبح هاي تصبح أولى ذا هي محمد نبي محمد أبو لهب نبي محمد أبو لهب هذا نبي محمد كل ما تصبحي ترنيسي هوش خير يا بركوي ساسي ولنجرين نفس الشيء وي وأنشم بركباس عرب بارح أتقاني يا ذو حق ودور رأي سارح دي جري هدو شمرة يروت كصب مكو كلها يا وصعده شمرة هجدها صار مكو صب حاية شمرة الدولة هدو ميد قد دوله هوش وخير وفرح حاية ورؤوس عنها هدو بيح قد دوله بلا يعد على وصون قنها طيب مركه وحيابها نوع عاسي ايو بيكون عافيسناين وحس بن ادم حس كدا استكشاف المستقبل غيب كم مقن ولا بينو اوغاد كدا هيا غيب كم مقن اوغاشي سهل طريق بايروفران كليا طريق الانبياء والرسل ان وحي لو اوغاد وخا مقن وان ولا اوغل ياه لكن انا او ربح ان كو اوغاني عن طريق اخر غير طريق الرسل وحاوي هوشا كفر يا قال ما يكينيسا مركا والأزلام قريها لقوقر تورتئ لقوشة كمحوها لقور هذه غيبيات كنا أيضو حلو تلقى لي بورشيخو عفوا بالأنصاب والأزلام بلوا فيه فالأنصاب أنصابت للشرك والعبادة لقيه لقتمي والعابد جري حوها لود القورع جري ليق لود هذين جري أنصاب وجمع نصب أو جمع نصب وأنا لقيها قبورتا تالوينكا هبه تاجين لعابدو ويا لحرمية لبركيستو والأزلام أزلامتو حلوضة لجلايضو للتكهني للتكهن إن لوكهن لوع الرافيستو وحلوض لوق مغيب كلا جا ورمه يا وطلب علمي ما استأثر الله به يا إن لجور هذه سدا أصل صح حقوق النسخة أصل كأ طيب والأزلام للتكهني وطلب علمي ما استأثر الله به ساس يكون في عن تاعي. هي إن الراديو اللي قدوه علمي ما صدر له به. إلهي وحبي لقوا النقضي إن لقرته. وحبا غيبيات أو إلهي كل يوقي هاي وحتى ملاك تيسكور قبين باجرته. طيب أحد الله وش هجيب مويه. وحنو قرية وحنو طورة إني أول رجنة إني الله قصي الله صطورة هاي. وحاوي طيب قرية إسلام تحسمين جل حقوق رهاي المحو هاي. هل متبال وقرة نعم. طيب أنت كان لا بقى قرا. لا يا نعم باكو قرر مركو نينكا قريشد اما مشرك او دون انو ميل اادو قندي بي اوجو جيران قريه جوخ 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 بو كاسين هيا سو دادين هيا وصوت تور هيا افير بن ويلي افير عليل ايلي مركو انتو لوخو سو دايو اف هل حب ما كسو بخي كار كو هر ري سو بخادو نوقد لا او شواس كو دمات ما غورسن كرتيد وي اسلام ما غورسن خير كوما اها بلايات كقاضي محوها يصنع وابي يقول يقهر بعض كقاضي طيب سفر كآذن وأخره فادي طيب أدنى جوح جوح مكسن سفر كليه نعم صباح وبودها يحوله كم بركوي إلهي برالك سفر كم حنكلا كل ما يا خير إسلام خير بنكلا كل مي وح كسوى هجاء هاي قريون عاصي هاي أفيسن إسلام تي استعمال الجرين مركز إلى أنبياء ذا وهاوش أسكالها بعده نبي الله إبراهيم يا إسماعيل يا هاوش سمين جري ظلم يمدك هو هيام باك مذا نول بباد الكزوين ميل صاروا نينك الجهة مجا مرجعة ما عنده حرب أنا كل هذا هاوش وحاق بأئمة السلف ومذهب ابن تيمية ومذهب القيم ومذهب الدعوة النجدية ومذهب العلماء قولي هذا مولود كدقة دبل دقة معها سيدا النصارى ضو دبل دقة وأنا كل هذا هاوش وحاسمي النبي محمد باسمي صحابة دي باسمي نبي قام مولد دقي بردبك أدو جرائك نمول بباد الكسوين ومال صاروي أنبياء هوست اللوك قلين صحابة هوست اللوك قلين قريبا لسكوذة جبين هيا وحان صلحين وأباطيلة وحور الشوق هذه للعلم وتلك للعمل طيب هذه تنضم بأن أزلامته للعلم إن لقوء غيب كالله قلت لك الله استعمال أزلامته وتلك أنصابتنا للعمل اللي قد رقمه شرك عبادة لي ما دال الله تلقى لي وقال وحي سمين جرين ودين الله إلهي الدين كسنة دين كنا محل رسول دري مضاد لهذا وهذا وحكسه رجيدا أزلامت
يا أنصاب تبا وكسور جدا ضد منكوي هاي عقود والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطالها وكسر الأنصاب والأزلام إلهي وحي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بري أنصاب أزلام لا دغالمو لا بابا شوي وعم الصحابة صحابه وحي قريان رومية قبر دانيال حالي نزمر إن صحابه إن أنت يصدح طبعا قبر قدين بأمر عمر بن الخطاب الخليفة الراشد أمير المؤمنين الذي جعل الله الحق على قلبه ولسانه. طيب أي وإي كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر حول النبي أمته هو روحيان ملهمون بإلان جرين أمته الروح ملهمة وحق الله تصه هدو جر عمر باءه عمر باء يصدح طبعاً قبل نتلقى تنقرية يعني لا أركن دانيال ملك حبارية وعم الصحابة قبر دانيال بأمر عمر رضي الله تعالى عنه ولما بلغه عمر مركو سوغاري أن الناس ضدك ينتابون الشجرة التي بيع حصوص الأثر كانت المامة هي إن جيتك عمر وقوي وضدك حيكو سميون الإمام من وضح القرطبي في كتابي النهي عن البدع كتاب البدع ونهي عنها بوكوك سوصارا بأثار دوره وليبا صحيحة ولما بلغ عمر مكو سوغر أن الناس أمد قيب كمدة ينتابون إن أقصدان الشجرة التي بيع رسول الله تحتها جيت كنبي هوست الغلب اللامي بيعة الشجرة بيعة الرضوان طيب جيت الغلب اللامي نبي بيعة الموت وبيعة عدم الفرار لقوك قلي مركو قادتك إن يتك هيان وكوبت كان هيان جيت ما طابتان ما براكيستان لكن ماشى إلهي رديس كسو الدقي السحابة بيعة لكو قال لقرها للنقضي بس صلاة كنت كن جري أو يتجي جري ذلك قارق عامد دي بكتمت صعب ما شغلكم عليه أرسل عيدا بدري واحدة حربية دري فقطعها مركز زوجي جيت كحيز كان لوسي بيبو دي بدم يصنفوف من بق وقوي سان لوقف في النوبين حيا لا يوحو يقانها دي شركي سين لوقف في النوبين ما له كسب بدو يقانه واسق الزيد عمر ومضى محلو يا با مالك ثلاثة أوقبت نمان أقوى من جاهليو شرك وحي أنقرنين قال لما أنكور قن وحي طاي أما ثلاثة سياسة أوقبته نما سحابي أهين والنبي أصحاب النبي أنا نما لصوت أبرن أو لصوت عربنين أو مدرسة محمد أنك صوب بحنا برلب أنا هين مركز هذا لو ديبه وهذا وسكو حار مركز صمد الله يا باب طيب أبو بكر ودرك سيادة المسلمين تم يشوك بحي جير خطر وخسارة يا أي صحابي يا لولا أبو بكر لما عبد الله أبو بكر تسنجر لهن مالك أيضا أنتو ويروحه أو ويروح دوس المرتدين كو ويريح لهين لسما أركان بيدادي ننكو إيمانك سيقين تاكينيس طيب لكن حيو أنت اللي صوجب تفاي هبعة وأنت اللي صوت طبعا ربي أو ماك أبو لغسو السمي كوفيد وقال يي ولو سوهر فريس ععب ويعب قندال بريب اسكو حارا يا قاس وحور قوة المهاي من برلبا الربا الله سو تجابي الله سو امتحاني ومدرسة لا كسب حي طيب نكون تولي بيا كسب أرض كونفوري مت الكوفيد نوقل السنة حقا نقدم حقا نوشوي طيب بلاي نوشوي ما اللي جرّن واي بالنواقة لي مركز نمان كذا لسكيل عليه وعور الشيخ قال عيسى بن يونس ابن مسحاق السبيع بوجه ذاي هو عندنا أثر كي حديث كتلمام يعمر إنه جي جيت شجرة دي بيع على الوجلي من حديث ابن عون عبد الله ابن عون عن نافع يكوي ماتا ابن وضح وصوته في كتاب البدع بسند صحيح فإذا كان هذا فعله كان هضون رضي فعل عمر فالكيس وهدوسنا النقضي وكسمي في الشجرة جيت كدوسنا عمر وجلي التي جيت كاسو ذكر الله ربي كل شيء في القرآن جيت القرآن خلوه الشيء إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وآثابهم فتحا قريبا إلهي جيتك قرآن كل شيء ومضى لغو أماني أي حيدك أسيبي سان لغو في الدنوبين عمر باسد عيالي جيت صحابه أي هرسدين والنبي قلت وصف ليس وبعاكو قال كون إيه لح بقوله صحابي كون أفر بقوله صحابي أجد وبعاكو لقلي وإلهي أكره للنقضي قرآن سورة الفتح يعني لغو الشيء أي عمر قوي سان لغو في الدنوبين قبر لو حجين هاي ولا طواف هاي كور وركي بجوج كاس يا عالم لو استاغ هاي نفتر اسكو حج اسكو يجي هيست عالم كلا قاده هيا نقص كا نول با شندق وينو امسو
علنك سلانتي علنك نفطت قديس وإن لبابي وحنو عاس شرك ووسائل وحوي الشرك تعظيمك نوع الله ما أقول الشيخ مرة هذا أنزوج إنه وزوج إنه أن مل صار إني بعد نف هذ لو قادي أو لون نفبيحي أو محو هاي الإسقلفين هبربا نحسو تقريو اللي وحري سديته اللي تطبدي طيب علن مش صار رأوه للدجير هي يسوع تيب عليه مثل سارح ولا سارح والله حري ستيشن كدور بلقي عصر قام بلقي شو داي ويدغوي تعودين نيشا اسماعيل ورنجري مسجد كوينا قولي له فنك حديث كاخر نجري بس هو داي وادعوا انتو يدو دمبيل وطي مرتمش تلقوا ذا قلب سنه وتاغن بالك رب الذي حبس ولا لقي اذا وحيابا نوع عاصر لصوضة ممنوع على كاستان وكود دقال قلينا ونسكو فيرسين لكن هيس ايو هلو استاغو يبان بي هلو قاضي يدرباني ايو بختي قاس رقان قالوا مريكان لا دي يورو اسلام نحن كشقين ما هي فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكر الله تعالى في القرآن وكشف وبايع أي بيعكوا قال تحتها هو الصحابة رسول الله بيعكوا قال جيت في القرآن قال وش يا الصحابة هو سيد النبي بيعكوا قال هدي عمر صاو قال أو جوي هدي محط فماذا حكمه حكم عمر محمد نقول لها بوري فيما عداها جيت كوحك صاري جيت كان مسكين كا ما كان لقط وحك هدر أنا أسوي الإله اللي وش رجع عمر قصمة إلا عمر طاد ورقة والله إلا أقول بعير بقدي قال هذا لو حلص على القيام بدن فماذا حكمه فيما عداها من هذه الأنصاب والأوثان التي قد عظمت الفتنة بها واشتدت البلية بها طيب حكم كيس محمد نقول لها أنصاب ما أنت تاين أنصاب تنمى قيمة كهل ومحي وقيده اللي بركيسان هي مشد الكف عمود كيكويا اللي دمشقي يقيده بكهل أنصاب وعند من غير لأنه وهذا هو التوصيف الحقيقي الشرعي شيء كسسوية وإن لوت الماموي شيء كسسوية وإن لوت المامو نوح ونوش أول ما يكفو من أمر دين المسلمين هي الخمر شيء أخرى دينها اللي قبل بدل الدونه وخمرة يسمونها بغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما قاعد ما قاعد بيكوت الماء الدونه وكاس عبها يا ما قاعد والمشروبات الروحية اللي ده بيها كل بيها آية سير كلا اللي ده وروحا خمروي ما يا بير بلا دم بيبقى اللي ده بير بلا دم ما قاعد لهين بالله سمك صلى الله عليه وسلم شيء هذا ما قاعد اللي قبل بدله أظن بقى سرير موير وحي الكسيب التاجين يه وهل كيسي وحب اسكب حكم كشرعي وخمر وخمر شركي وحل وتوجه واحترام وتعظيم الاولياء طيب ويان يعني تقدير احترام كفر الشرك وي قال لمده وحل ودستور يا سياسه يا نظام اداري يا هرمر يا كلا دنبين طيب دستور كما انت اللي قرها لو قرها جيبوتي اذا عضو اي حيسيان نينك حيسيه وقال ننكي هستي سقادي أما أنا وكافر مرتدى إسلام تو وكافر أنتي ديكو سوا بناي هاي جور عيسو وبختي هذول أنت قبر إسلام لو حبال ما هاي قولي هل كان لقى قادي اللي جي جبوتي إن يترفع ترى ويري علمية ضد حيان ويتوسيان ويري الصومالي قال توسيان ويغلق في عنق قران واللغة الحمرية أن لقوا قرني معه يا الحافي أيونا كفرة مرتدون قالوا إلا وحي قد توسيان شرك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد كصدحات في بيان تلبس الجامع وأجمع المسلمون على أن من أمر الشرك أو رغب فيه أو مدحه أو أثنى عليه فإنه كافر مرتد بإجماع المسلمين شرك يا قال من روح أمانة أما أمض أمره أما إذمة أما طلالع حيسية أما قرحية كل قالوا بإجماع المسلمين ولهذا صادرت الشيخ التكفيري فخر الدين الرازي لانه كتاب اللي فوق امانه هي قبورته ولا ضوافع ما لا بريام لا عابد يقول نعف بيلاد وتكفيري على مع امامته وجلالته فخر الدين الرازي نمان كم مركه هسه هو قاضي قوه شلمها كو قاضن كو اذا عليها كسو الدين كو محو هاي محا كقبسن قبتان دستورك دستورك واكل الضنبين واسكو حركة أمضى وكلا هجها كفر قال لهم ومرتدون شعب كإسلام دوبنا وركا حيزين أيوة وقال مرتدون أول الله سك إلى ليه هوش أنك كقيب قاتة سير يساق يسر وقال وي محو أنك كه الله يا
شرعي يا كفر أي بن آدم قري أول دونها يا شرعي اللي قب بدله كتابك إلهي بينه يا السودة جي كون يا أفر بقول صنع كور سودة جي سنة النبي محبة تعالى هذه مذهب اللي قدر مذهب كن الشافعي جبا قرآن من هاج كني بقى يا لا أنتم أنتي للريحه يلا تبى الدستور دو فري لقو سودياري يوم حوا هاي جبوت لقو سودياري وما ده اللي قب بدله هذا هو مسخ وتبديل لشرع الله نينك قيب قاتها صوماليا هو شهر الله سعوده وكو قالوا بهاي لما تغيري كرو لما أماني كرو شلو ما بحين كرو لما حييسين كرو لما ناش ناشي كرو وإن قرب حان لقد ومد اللو قد يوي هذا هو التوحيد السلف الصالح كتاب لي كتاب الحية اللو بحيونين أصحاب الرأي وقري يا قرنك اللي بادي هجرة يا الله أركي كتابك وحاكو قراء وحيابا محوها شرعة سيئة وقب بحصداء زكاة الغوية شد اللي هو جنبيه باكو قراء زكاة مركا يبشو سورنا وذا هاي بحول بضان بالله ذا هاي مركا يبشو سورنا وذا حول كورنا ما ذو بشي الزكين اللي يتزورنا وذا هاي يا دي هبل وكالة فقير قرابتين حولها أذان كسيي وان قدومي حوله سي لبدي مليان الله قيل اللي وضع دورك بقولها لقضي أريك بدكو ورجت markay bishisa ka ku dhamaato dhamaato dhiyad xoolo wad garanaysaa ay soo wareejin laba halaadna qaad inta kale iska keen xooladi milki aad ay ka bixeen nin aan arkay wax tiisay wal isluug yahay shaayada hadhuru kugu soo celinaya waxay baa noocaas ku qoraa waxa ku qoraa haweenaydu haday ninkeed ay furtiraado oo ila dhaqmo weydo oo furtaan oo ka diido oo ay tiraado iga xulco oo madax furasho dalqadayga iga iibso dalqadiiba $1,000 iga qaado ويعلها لما أو ديدو أو طبعا أنا اسمه صخر أو ديدو هذا مثلا قالوا ذو ويكفر ما يزابع قرن هذا مثلا قالوا ذو هقالوا ذم أقوى هذا إلا انفسخ سعوة أو خلع سعوة أو يفرك كرويد نفط وقواتني فقهان بيقول هذا مثلا قال لما كل دعوة نينك هو يكفر ما يزاب علوم وحيقدر يا من نينك وحيزين يا هاي قال لي ما حيسينها وسوق جين هيا ما عضينن واحد أقول إذا هؤلاء مسكين أو خلع لودي ذي أو فرتان لودي ذي أو فسخ ويدي هدي قالوا ذو ودين تك وكفر ميزا بمعنى وحاول وباص وضو باصتي مر هذا الباصتي بقى لك يقري وكافر بيد علم ذو كتاب كان نوع عصر نك قرى وقال نك قال إن مجالك لقي وقال بيد نك قرى دكتا أبا حد قرى وقال نك كتاب كهلا وابا كتاب عجب وابا كهلا كافر باطي لدي وان كهلا يا وذكو قالوبي السلف الصالح عبد الله المبارك عبد الرحمن المهدي أحمد بن حنبل علماء دي حفص بن غياث يزيد من هارون الواسطي سلف كي قالوا نوحا هو كتاب الفجور والكفر من حمله من كورة إلى كورة فهو كافر ومن وضع عنده ليعمل به فهو كافر ومن هويه ومن هوى به أو رضي فهو كافر طيب وكتابك فقه قاه كو أركان محوان هاي حيالة لها يضاب إنها لقره الدوب هاي وحاوة إنك إنه قرن قبضه ويزيني سنكرتا وانا حر هذا يقان جارتون الله حيوكم الله كفصنين شرع الدجنت وحا أسكال بارلمان حكم الشعب اللي الشعب طيب كفر باب كوكونا عضو قيحان ودقال لقو بيحن ومشار لقو قادن الحصانة الدبلوماسية ninka baarlamaanka shirka ay dejinay dadka lama sinno maxkamad laba keenay kara asagoon waxa aan laga qaadin title-ka iyo shaarku lab shaarku labisnay ay baarlamaanka aan laga qaadin waa ninka u saray ummada tayib kufriga baa iska da in la amaane asaga waa ku xukumayaba raayin laga yahay dhaqaale lagu bixin maxaakim buuleyahay fan buuleyahay xeer ilaalin buuleyahay jaamacada lagaga baxaa ninka waa muxtaram ba ونكن وقيم بدن مرك عام الردة إنه كج الرأينا والبنا برك لما برك زاحك سدوا إلهنا سبحانه وتعالى بري هذا بعشان بريهن لغوا دستور كل جوب بدل لها محمد هاي شرعي الصومالي يلقوا بدل لها وذا ده مسلمين ت وناقة كان يلقوا بدل لها وش هذا كان الصوب ذوي وده كان وهر الله تشذي أمد قاچ أورد ما أو باب بعدي أيها وحده بعد دستور لسوق رجال لما يلدول لي على الربع حقن لقوف ليه وهذا سؤال وسؤال وحيد هذا محان لنا هاي أمي صومتا يعلمها برونديزكا
صدح بلودن وقبني مركي لما تاكو بحين طيب ولادها مجاهدين وحان لنا انت حبدها لوير كذا جوجيو قال كي وين ابها الله ضبال لماذا اقول لك يا مكتب ولادو مربى الله يابسة قال كي بها الله يحول انا ولادن اما حكومان شريف قال لو قيسين في كوفيد وقيسين اما حكومه يو ام بان اللي حكومه بري امر يو ام بان كوي ايضا حكومته هذا راح اركز اقول مالك نحن نقول معه اي مرتدى الصوماليات اللي واحد قمت بنانه dagaalka shariifka lagu hayo iyo dawladda Soomaaliyeed iyo martideeda martidee oo waagaad is xil qaanteed nacnacteri jawaabti lagu siiso ma xusuusatid ma iloobay dadku waa la yaabaysa markay toobaatan wadada isu tageen oo ay dhahayn nimankan 120 maalmood ha ku baxeen tadbiicu qashariic aan lagu daaray saddex sabab lagu diyaariyo wax noocaas ah gaalku u hal amiga wax ustaad ku qaldan wuxuu ila anigu wadada Soomaaliyeed oo tageen hawl iyo talo warkooda ma aha dowladan sakaraad club turkiyo oo ana caawiye waxa ima tarto anu amar UN baan ku imid gaalka adduunka xukuumad weyn de UN ayaan ku joogaa ayada amarkadan ku bixi kuna joogahaya war iska cad way waa ihtilaal cadwi waxad awoodad ku leedahay la maamul wala idan wala marti ada marti u ah maada tawo galo lagu ridaa muxuu ahaay qabriga lagu galiya oo laga soo saaraa muxuu ahaay baabuurka dabadiisa oo marti ah musaasaga marti ku ada marti ah warkoodu waa iska cad yahay kuwa hadda maqlay ilaa muxuu ahaay dhibka ka socda Soomaaliya dhan waxa mas'uul ka ahay wadaadaha la dagaalamaya dawladda Soomaaliyeed iyo martideeda hada yastaxiq adduunka in la dhaafiyo 10 jeer waan sheegay kuwa noocaas oo kale ah adduunka in la dhaafiyo la yastaqiin alxayaa inay noolaadaan ma asaalan kuwa noocaas lifasaadihim la likufri ninka maanta le dhibka ka socda Soomaaliya wadaadaha mas'uul ka ah ayagaana qaadi ninku umadda b m ka u qaybin ee dhiigooda daadin ee weliba u geystay dhibaataysan axmaar u geysan axmaaray soo duushay iyo xamar qabsateena baabiisay dhibkay noo geysatay iyo amisom intay noo geysatay 110 ma dhana xataa meel iskama gaadhaan meel iskama gaadhaan axmaarku ninka xabad ku dhigaysan jirin dagaalamayna ragad u ahaba oo isheleysaan ninkan waa taaban suuqba aadiba suuqa xoolaha oo maxaa ka jira shacabka xaafadaha la degay ceelasha biyaha garaac بكار السؤال هوين يا محسبو ابر كدغايا محاجر وا كل وا صومالي وصل دنتين هبا بيه ايا غا دلا كون الله ينهي ورشدي سو ساري سوي نين كان وركس وا عاد يحي هداي زن امازون كفار محاربين او محتلين اي زن اهيا نوقن هي امد عقلي ودو دن با لو كاجهايا امد ما مسخ لا افينيا كو نو عاسا ميشي جوغانتي لو راتسدو ايدب هلو ييلو فماذا حكم فيما عداها وابلغ من ذلك ولقد بيصدق جرت مركم امد لو سو دوله لا قبصد ان قليا علماء شيقت اي امد لو قبطان ولقد بيدع جرت الله في التاريخ امد الاسلام كاي اهل جمي لا اهل جمي غوميستياش مستعمرين تي تاريخ الاخير ان وداد لو شيغي او لا سفن مستعمرك يا غوميستها او اقيل بادو او فتوته ولقد بوا جرت كو هذا الرئيس العيبته زما اركي أنت مصر وكسعودي مظاهرات وكسعودي أردن وأمسنا يا شب هل ولد رزع المهلي وحي الشعب كريم مثلا بابين هاي بلوسي داي أي رفاد هايين هل كلمة حتى الشعب قال لنا حسن ميزان دين شيطان كان داغوت كان ميزان لها اللي ليبيا حقوق باللغي ليبيا كفك فكان هيان فك 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 إبقى سلمان عودة هل هاي جزيرة فردية لحيدان كوحكا لطور هيا كفطوان هيا طاقية هل طورو مايا ابدا نمبر ردي نمبر ردي مو زنقال اوش اوش ريبس ولا الله يبو ردي يا ما ينكر هذانا وحو وداد با وحو تعليقي مرك لو وقع معمر القذافي وهذه الرئيس سعود قناه كيف متكوس مستوى فديا محاجره رئيس بقر بقر عبد الله مرتد كرئيس سعود هو قامين هي يا قذافي با اسكو دحسن ايغا اسكو دحسن مرك بقر كي با يري سي دايا وهؤلاء يسبحون بحمد الملك لا بحمد الله سبحانه وتعالى بقر كي مركز عابد هين هذا حق قلي أيون والراعي علماء السلاطين علماء السلاطين ومدى وحى آفية وهل أفسد الدين إلى الملوك وأحبار الصين ورهبانها عبد الله المبارك دين وحى آفية بابية بقر أي علماء وذات حمي وذات حمي أيا وحبابا عشا أي بقر دين تكون ضنايزني
أو كومر تغلين يا الله سجل عليه هؤلاء قطاع طرق قطاع طرق لطريق الجنة. وعور الشيخ وأبلغ من ذلك كاسي وحا كدرا أبلغ من ذلك وحا كدرا قيل لقويه شجرة البيع والله جرى وحا كدرا بوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم وحود دمية مسجد الضرار مسجد لبك الله رسي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مش الضرار وحادث المنافقين بارسي من لو رجع أبو عامر الراهب وواجهه من العربية بوها تنصر في الجاهلية. طيب النصراني أبو نغلي في الجاهلية مركزه مركو إسلام صوب حي حسد باقاضي من إسلامين أصوغوا مركز حق الرئيس روم الرئيس شام جره أيه وفر مؤدنا وحيدنا صوغل إمو. طيب إسلام ما موجسو مزيد بقوري أنكو رسينا هل كا إلهي أنكو عابدنا هوستان كتشنو مسلمين تنا هوستان كمن جحابنا كارتا مركا منافقين لسيد أبو عامر الراهب لقصو دوين هاي والرسول كوبحي أبو عامر الفاسق أبو عامر الراهب سماهن أبو عامر الفاسق بمسلمين توبحشين ننكاس بالورد سي مسايد مركا وحاوية تنكا لقالها اللي درتي عن لورد سن لدونا هي إلو من جحابي مسلمين تي مسايد إسلامك إلهي وحور مركا كاس وكهلي مسجد درار بربي وبحيي مسلمين تنكو مقعابين. إذا النبي ومسايد كي واد دمي نبي يكسرين ولي بحيدة النبي محمد بكي دما يسترين بايدة النبي وبحايا قزو تبو أسي السعودة أما كسو النغضي أحنا بقى لهم سيدك وان رميز تري انت انا انو كتو كانين كانو كتو كالمر ام بركي سن نبي وحيوه واكا مشغولي وان يرمو مشغول سنة هاي بل حلي كالي اغسو النقل بوري هول بو نبي مشغول سنة نبي قم مركا داعد نمو مسلمين مسادة يدسين اللي منافق اسلام بوشيغان هاي ونبي قم مشغول كم مشغولي الهي بعد ماشو حوادي مركي بوالله ورمي وحالي لي بقى 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 تمسك وانو عاس مثل الضرار وهي كفر يا تفريق إرسادا بالوطة اللي من حارب الله ومن دونه قالوا رم باسكو أرسلنا يسي منافقين شار إسلام وطة هؤلاء دوان لا تقوم فيه أبدا هاكوتو كان متى يقرت دمي نبي واربك وقال عيدا بقدري وقال الدمي ضب لقبة سياسة النابة ومساد ملع قرح سنة. طيب رقد سي معاي إسلام سنة حق كرك. طيب مقالك كوري عندك مقر وينو جهادك واتقى واتكن هيا زكاة بحين واسومي وصلاة هيا ضنك لي كليين إذن لك الله سمي مساعد كم حالوس الودمي هوش مساعد لو طلع قريبا لقواي قبرك هاتو قبر نما رافوا والدمي هيا قبرك وأنو قبرك إكادو آير لا صومرو لقو عبرقاتو لودع لقتقو هادو مر بقون غين لعابد قبر ما هي ووثن صنموي والدمين مسلم كي كحبا الله اللي واحد قد بينا لفيه سبا النصاري ميل كلون اللي وين ما كحبا لنا وان كقرينا شهادين تا يا عامدة دبت هاجن سدو عمر بيالي جيت كوجي صحابة أيلين قبر جد دانيال أي قصة مريين هذا طريق الصحابة وسلف الصالح. طيب كقولي مرك جدوا وين في ركوس كوسن وحركة الدفاع يا قبورتا يا أصنام تلا صار هاي أما اللي دمها كذا قال الله ماي وأنا من أنفهم الدين محمد صلى الله عليه وسلم أنفهمه لكن كم حابسنا ففيه مساد كاس مش درار دومينتيزو ففي هذا باكوجر تنصدها كله دليل دليل باكوجر على هدم المساجد مساجد إلا الدميو التي مساجد هي أيضا أعظم قدرا فسادا حق فساد كي يحمانتا منه من مسجد الدرار أصل كوحاكو قرآن على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار وكذلك القباب. هذا الكساس وكوك الحسنية المودة أصل الكساس كجرة شيخ مرق وحوير ابن القيم بها الله يلا صعو مقيم وحوير وحاكم مضان دمين وحام مضان إلا بابا شام مضان وكم مضان مسجد الضرار مسجد المنافقون طوال لسين النبي قد دمي وحاكم ما أنت إلا الدمية مساجد التي هي أعظم فسادا منه مسألة هذه الرسالة لكن لورد رسم مستك إلا قو الدمية كور مسلمين بعد ما شكر رسم حافظا كيس كذا أنا ما أنكلم مسألة كذا إلا الدمية
كنا بنقاده طيب كنا بنقاده كور اسكب بنان قيس دم اسكب بنان مسائد كله كان لقوم من جحابين هاي ومد لقوم سي قيبين هاي محادي إذن كنت أهل سنة والجماعة قوة وهابية كان والد من هاي وضيبا ما القبيرة يا مساد ملك الرسي يا لسكن تاجر هبل أنا أقول مدبان تاجر هايات ما نقول تاجر سنية كادم بوان دمينينا لأنه تاجر كان هو رسول وضع عدم أولي سبا نومو قطع وحمان نومو لأخذه فانفان يا هلقاشي يا هبل مساعد كيسي ودمس كاس مساجد هادان لود لود سنسي شرعي وافقسن ويتقيس ولد منها مساجد ما مساجد نقول ما يسو كالمبنية على القبور كالمساجد المبنية سيدا مساجد لقد بس قبورت مساجد قبورت لقد اللي سي وذات ما ماشي كو حبا الله قبل مساجد لقد اللي سي حق دم واشيخي اما هريب يا الله اما بدحي يا الله انت نولوت كذا ولد منها ماشي قبر قاعد اسكالي مساجد خلوا خلصي معايا مساجد بقى لدو ما هي مسلمت وين مساجد شعر درها لدو وشعر دره ولا دو منها وكذلك وحال لمدو ولا دو من القباب قبابها قبضها لقد ولا اسم قبورت قبض بلقد مقام بلقد ولا هي اسمه قري درس بلبل وين قري افرجيس الله يا بس قل قروح سان وحار ولا دو منها قبري عيد ام مسكين الربا هوش الله ما أقول وكذلك قبابها فتجب حواجب سأل مبادرة إن لو دقدقوا إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواجب إن لو دقدقوا دمنته ما أها إلا قاب سده ودمنته وأنا قلت سوقور في زاد المعاد وحوري لحظة لوك هذين مايو هذه إلهي تبركسي مساجد وقبور تلقض اللي قبور تلعبوا الله بريو لو ديقو لو ندرو شرط لغا سو غلو لا سو ضوافو لغا سو عرقاتو اي لا بومبونيو اي سومالي تفتكا اها هبينك لا فرك وي هبينك سي سعود كوي سو سعود كي وي او هبينك لو كلا بخي لها مساجد النوع عاصيد قبر معال نور يود غرنيسن كونفور ماشي لو 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 باباي وحا وي دول كلا سمي ساعد لو كادين ماي لانه هو مظاهر الشرك والكفر بالله العظيم وان استامها سلبابي الهي كلي ومدن لو خرو قبور تصوما قبر المسلم هدو يهي هل بوغدو هل قصو عبرقاتو هل لو دعيو دم دافا اسغا لو ويديو اسغا مسكين مال يالا مركي الصومالي وصحانتا وحي كورن هيا قبر قور كتور مويه قور قاد ملا هذو حابا قورن هدا كو اركان وقبر حابا كا قورن هي وحو كورن كور عم بلو كرسن هي حول موارنت مخا كو دعي قبر وي اسغو قوري قور كتور مويه قور قاد ملا ان قور لو تورو ماشا اسغو لا اودا مويه وحمد مطري كرو وحمد دفاعي كرو قب قريها إيدا كم وده كرو مركز دا أظن مالها أظن هذا النور حوجس حوجسنا أيه مالها حباك صقرو قبرها فرحة كقاد بيقولي وإنك حاود يقول يقول عشان واي أنشاه كرسنا هاي سهل الله بريها يا الله أولياء لا أذك الله وهايا وقجاري كلام الله ودي سوا مقلوب معكوس وي ثم نكس على رؤوسهم وي وحكى لما يا ها هاي لن نتخذن عليهم مسجدا نسأل الله السلام ومر بين وكالدون إن شاء الله تعالى وكذلك قبابها قبضها لقد لس قبور إن لدمية واجب فتجب حواجب سأل مبادرة إن لو دقدق إلى هدم ما شيء دمنتي لعن أول عن رسول الله فاعله قسمية قبور إن إلا رسوا لعنت باكتمت إلا عبد العرض باكتمت إن شر الله قل وحلو قل وعن نذر العرض باكتمت إذن لما أقل ما منع وحك استوي إنه داري إنه إن أستامي وذي قشر وكين أيو وإن لدى الله ولا باب أيو فإن حكم الإسلام فيها شيخ حكم كإسلام هو محي وحاو يبر أن تهدم كلها رمان وإن لدميه ابن القيم وهي أولى بالهدم من مساجد الضرار نفس الشيء وحال لمده مساجد النوع عاسك اللي وتو كان كرين اي لو دمي اي واجب كتاي اي مساجد لغا دسا اي ربوديدا اي ربوديدا كدسانين ميل يرو مساجد اي ربود لغا سمين هيا وحا كودا تو كان سدح ديمود بل وله بايبل كي با يالا وحا يالا مخو اتلمود كي مخو يهودا يالا مسحف القران تصبح با يالا يصلي قل يرو ويو افرجيزا نين كان كريستن كازوغي بايبل بوكا قلوب قلوب سين هل كاسي بري بوسي جيسون ودقاقه هيا
مسلم بسوقلي أفرق عوض أما الله بكتك الملاجات قال وكبحاية يهودي بسوقلي ما شق ذكر الحسارين صاروا الله كعيا وكبحاية وحلو طلق لي وح نامك وحاك يعني نمك إسكالها فكرة توحيد الأديان وتقارب الأديان بأسكالها نمك قبل دينها إلا ولا عليه أول سكوكينو الأسر الإبراهيمية وحيد أن المسلمين تهرت وإن درين كلاجا صاروا ما يدد من على جبهيو ودي مثلا لغة صار هيا هرت إربودي هايو شفت لها واوين إيو مساعد يرها لغة صنم نور بكت كده اللي مر كده مساعد مش عمر دو بنان كأنه كت كده وقحشونين كمسلم كا قول كان يرك بايبل كيالو مسح القرآن كيالو تلمود كيالو هوا ذا قالان هذا هو عاد إني توقعت كريسنو كقرب استاجو يهود كقرب استاجو نور بإله يسعى بده هذا هرت كتب برضو أسوه درين كوكب عي وحقو اللقب سو أن دد دينين هذا هو شهال هيركلي هل كان كتلة نيروبي تن كتلة إذا كان زاد إليين مثال كم يقول إليين قلها مصاريد عقب دينت آخر مكتلة أي لقمته وان كان ممنوع إن لقته هو حرام بين علماء دعوة النجدية فتاو دارير بين كليين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا بيجلي يولي بكدرا بيجليس وإن لدميه وإن لقته كنين برنان كابن كورا لكتك صلاة أما تأخير سو أما تقديم سو ماشي كوقة وطوي كعاصح ما كقولي ماشي يضع بيبل كيا لي معاية تلمو كيا يا اللي قلتو كان أربودي هذا هو بلانتاي يوروب يا قلب ما كان تقدو أربود كستو كيا لا إسبتال هو إن بكيا لا أصل كاسة كسو جدا وين الله ده قالهم شيء يضع بنان كان كو اوغينا غير بنان كان واستدحس دحديس كان كو اوغينا صغير دحديس مش ظهر باتوكانيس ظهر باتوكان بنان كان ظهر كنت كان جمعاته كان ميس مشايت كان كنت كان ميس مالك هادي الود اذا ماشى بايبل يتلمذ كو ديالنا لا ولا قال قولك قالي ميس ظهر افرق عوضه بنان كان لي استاك هاو شهر لسك إلى لي شيعها شيعوي كأزيح زلات لكن أما الشيعي سنهاي إنه نمكن أوجد أن أحمدية ذا نمكن بنجان كويا الأحمدي كوا وار ونمكن قد ينتيو وقالوا إسلام ما أقواس مد منها يان إلهي هدم يك سبحانه وتعالى سأقول أقول لي أظن يكون حرنيسا سو مسألكم ما تكونيس مسألكم تكون مسألكم وين لنقاتكم كويا لا يقول إسم الله كلن قاتكو يا لوكالي سكتكو لكن ايها الله اكو حدن شهاد انتس ف والله يقيم دينه قول كمسلمين تقول الباب خاص وحرم بوليه وحرم بوليه كان كلنا قرن ما هي كاس واحد قسم من الإنسان والله يقيم لدينه كف هذا وحالس كف هذا والله إلهي با يقيم أتوزن لدينه دين كيسة الله أكين وي يقيم أتوزن أكين هاي لدينه وسنة رسوله بكجو عن وأصل كدرته يا سنة النبي محمد من بو الله كان ينصرهم أو جرجار الدين تي سنة ضبع ويذب عنهما دفاعه طيب فهو أشد غيرة وأسرع تغييرا إلهي بنا سبحانه وتعالى كفع البدن حقا وحبدنا كدك روح مسلم كا وحلا جرى إنه دين توفع له ودفاعه وقت كبح إلهي بنا كسي فعل البدن وبي هذا وبالله توفيق.